يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين أن أقول توكلت على الله ثم على فلان وبين قول اعتمدت على الله ثم على فلان؟ لا تقول هذا، قل توكلت على الله وحده، وتقول وكلت فلان، وكلت، ما تقول توكلت، قل وكلت فلان. التوكل هذا عبادة ولا يكون إلا لله، لأنه من أنواع العبادة. نعم.